أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل الرجوع إلى العلماء أصل من أصول أهل السنة؟ الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا أمر من الله للرجوع إلى أهل العلم. ويقول جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. الرجوع إلى أهل العلم واجب، ولا يجوز للجهال والعوام والمبتدئين في طلب العلم أن يقتصروا على فهمهم أو على، يجب عليهم أن يرجعوا إلى أهل العلم يسألوهم عما أشكل عليهم. نعم.